بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة من أهم الموضوعات اللي هنتكلم فيها عن الناس اللي بتزرع قمح متأخر. هل لما أزرع قمح متأخر في معاملات خاصة لازم أعامل بيها القمح عشان برضو أخد منه حد إنتاجية كويس وأخد نبات كويس، ولا لأ أنا بزرعه خلاص وبعامله نفس المعاملة بتاع القمح اللي مزروع في ميعاده؟ طبعا يا جماعة في هناك معاملات لازم تحطها في الاعتبار طالما انت زرعت القمح متأخر عن الميعاد المناسب بتاعه. طب ايه هي المعاملات دي وهعملها ازاي على النبات واستفيد منها ازاي في النبات، وبحيث برضو ما زودش التكلفه على نفسي. في البدايه يا جماعه لازم تكون عارف ايه المشكله اللي هتقابلك لو انت زرعت القمح متاخر. في عده مشاكل يا جماعه لازم تبقى واخد بالك منها كويس جدا وانت زارع القمح متاخر عن ميعاده. الناس اللي بتزرع من اول 12، والناس اللي بتزرع في نص 12، والناس اللي بتزرع في اول واحد، والناس حتى الناس اللي هتزرع في اخر واحد، يا جماعه يركزوا معانا في الكلام اللي انا بقوله لحضرتك ده. هيقابلك رقم واحد مشكله فسيولوجيه خطيره جدا، وهي ايه؟ ان القمح اللي عندك مش هيعمل مجموع خضر كويس. انت بتزرع في جو برد والقمح مش هيعمل عندك مجموع خضر كويس، وبالتالي هيأثر على تكوين السنابل اللي موجودة عندك، وهيأثر على طول السنبلة، وهيأثر على الانتاج بتاعك، وممكن ما تجيبش انتاج كويس. تمام، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أكثر عرضة، الناس بتزرع متأخر يا جماعة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفطرية، وخاصة أمراض الصدأ. بتبقى أكثر عرضة يا جماعة للإصابة بأمراض الصدأ، وجالك أمراض الصدأ يبقى هيأثر معاك في الإنتاج وهيعمل لك مشاكل كبيرة جدا، وكمان هيزود عليك التكلفة في الرش. رقم ثلاثة يا جماعة، ومن العوامل الهامة لازم تحطها في الاعتبار، النبات بيبقى أكثر عرضة للإصابة بالآفات الحشرية في أوقات مهمة جدا جدا يا جماعة، وهي اوقات طرد السنابل. يعني لما بتيجي السنبله تطرد عندك السنبله، بتلاقي عندك الجو بدا يدفي، بتلاقي عندك يا جماعه من، بتلاقي عندك ذبابه، بتلاقي عندك جسد. حشره المن ده يا جماعه من الافات الخطيره اللي ممكن تدمر لك محصول القمح حرفيا. يبقى ده يا جماعه ثلاث نقط مهمه او اربع نقط مهمه نركز فيهم كويس جدا، دول هيفرقوا معاك كتير قوي لو انت ركزت عليهم واشتغلت عليهم من البدايه بعد الزراعه مباشره، تبدا تركز عليهم عشان ما تزودش التكلفه على نفسك. ده بالنسبه للثلاث نقط. نتكلم مع بعض كده يا جماعه، مع بعض كده نقطه نقطه، وازاي نحل المشاكل دي، واهمهم يا جماعه النقطه الاولى او المرحله او العامل الفسيولوجي اللي بيقلل لك من المجموع الخضري في البدايه. طيب تعمل ايه بقى يا جماعه هنا؟ انت زارع متاخر، يبقى انت الاساس عندك يا جماعه انك انت تعمل مجموع خضري قوي. تركز قوي يا جماعه في النقطه دي، وزي ما قلت لك قبل كده دي التركايه بتاعت نجاحك لو انت زارع القمح في وقت متاخر. يبقى هتركز على ايه؟ انك انت تعمل في البدايه مجموع خضري قوي في الاول. طيب هتعمل المجموع الخضري القوي ده ازاي؟ بعد كمان تمام الانبات يا جماعه، تركز معايا في النقطتين دول وهتكلم معاك بشكل مباشر وشكل واضح وصريح. بعد تمام الانبات، يعني بعد عمر حوالي من 10 ل 15 يوم او 20 يوم على الاقصر عشان تكون الارض لسه طريه، لو الارض عندك طينيه هتعمل ايه؟ هترش رشه تركيبه الخميره اللي احنا قلناها، تفرق معاك كتير جدا التركيبه دي، وعملنا حلقه كامله عن الموضوع ده. تركيبه الخميره هتغير لك النبات بتاعك بشكل سريع جدا جدا، هتسرع لك من النمو بشكل كبير، خاصه مع بعض المواد اللي احنا ضايفينها هيفرق معاك كتير جدا يا جماعه الرشه دي في المرحله الاولى. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، تهتم بايه بقى في من عمر 10 ايام لعمر 35 40 45 يوم اللي هو قبل مرحله تكوين السنابل، تهتم بايه عشان تعمل مجموع خضري جيد؟ اول حاجه يا جماعه ومن اهم العناصر في هذه المرحله وهو عنصر النيتروجين. يبقى تحط الجرعه التنشيطيه بتاعتك اللي قبل الزراعه، وتحط فيها سلفات نشادر، مهم قوي يا جماعه، تحط سماد عضوي، تحط كبريت زراعي، وتحط السوبر فوسفات. دول مهم قوي يا جماعه لو انت هتزرع متاخر. طيب حضرتك ضفت الكميات دي مع الريه الاولى لريه المحياه، تبقى مركز قوي في المصدر السمادي اللي حضرتك هتحطه في التربه عشان النبات ياخد منه اكبر استفاده. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا قلنا قبل كده تستخدم يوريا ولا تستخدم نترات ولا تستخدم سلفات امونيوم، وقلنا عيوب دي ايه وعيوب دي ايه وعيوب دي ايه، وامتى ايه الافضل بالنسبه لك في الارض السمراء، وايه الافضل بالنسبه لك في الارض الرمليه او الارض الصحراويه والارض الكلسيه. تمام،
ترجع للحاله دي يا جماعه هتفرق معاك كتير جدا. طيب يبقى تركز قوي في مصدر العنصر السمادي اللي انت تاخد منه عنصر النيتروجين اللي هو مهم جدا في هذه المرحله. تمام. النقطه الثانيه بقى يا جماعه، وانت بتضيف السماد في الجرعه التنشيطيه الاولى تضيف لي ايه بقى؟ مهم قوي انك انت تحط لي 25 كيلو سلفات مغنيسيوم مع اول ريه اللي هي ريه المحاياه يا جماعه. يبقى انت هتضيف كده الصوره اللي هتضيف عليها النترات او اليوريا او السلفات النشادر اي مصدر منهم، وهتحط معاه ايه؟ سلفات مغنيسيوم. تبدره في الارض، تربط سلفات المغنيسيوم يا جماعه برضو مع الكيماوي اللي حضرتك هتستخدمه، او انك انت تستخدمه بصوره صحيحه وبشكل مظبوط زي ما شرحنا قبل كده، وتستخدمه في صوره محلول على الحوال وتسحمه على الحوال بتاعك. ومهم قوي يا جماعه كمان انك انت تستخدم الهيوميك اسيد والفولفيك اسيد. يبقى انت عندك هنا ثلاث او اربع عناصر هتضيفهم في الريه الاولى لريه المحياه. الازوت اي صوره انت هتستخدمه بقى، سيوريا او نترات او سلفات. هتستخدم الفوسفور وتستخدمه في صوره حامض فوسفوريك، هيفرق معاك كتير جدا وهيبقى اسرع في الامتصاص. هتضيف لي الهيوميك والفوليك، مهمين جدا يا جماعه عشان يسهلوا لك من امتصاص العناصر اللي موجوده عندك في التربه، ما تديش فرصه لاي عناصر انها تثبت عندك في التربه. كمان يا جماعه مهم جدا عنصر المغنيسيوم في هذه المرحله عشان عمليه البناء الضوئي ويديك اللون الاخضر الجميل اللي حضرتك بتشوفه على النبات. دول اللي هم العازوت والمغنيسيوم والفوسفور والهيوميك، المركبات اللي هتضيفها مع في الري. طيب مهم قوي يا جماعه كمان انك انت تهتم بعنصر الحديد. يبقى عشان تعمل مجموع خضري قوي عندك عده عناصر هامه جدا، الازوت اللي احنا ضفناه في صوره يوريا، المغنيسيوم اللي احنا ضفناه في صوره سلفات مغنيسيوم، والحديد واحماض امينيه، خاصه بعض الاحماض الامينيه الخاصه واللي بتنشط لك المجموع الخضري زي حمض اميني مثلا جلوتامات، زي حمض اميني جلايسين، زي حمض اميني برولين، دي احماض امينيه هامه جدا في المراحل الاولى من نمو النبات. خلصت انت المرحله دي، عملت مجموع خضري قوي، خلاص انت كده بقيت في الامان داخل على مرحله تكوين السنابل. هتبدا تهتم بقى بالعناصر اللي بتطول لك السنبله، العناصر اللي بتملى الحبوب في السنبله، العناصر اللي بتزود لك عدد الابراج في السنبله. واتكلمنا قبل كده يا جماعه في حلقه خاصه ايه هي اهم العناصر اللازمه اللي تديك طول كويس في السنبله بتاعتك، وبتزود لك عدد الابراج، وبالتالي بتزود عدد الحبوب، وبالتالي هيزيد عندك الانتاج بتاعك. وكمان اتكلمنا برضو عن اهم العناصر اللي هتفرق معاك يا جماعه في جوده الحبوب وامتلائها في السنبله نفسها، وبالتالي هتديك انتاج عالي وهتديك شيلف لايف عالي او قدره تخزينيه عاليه. مهم قوي يا جماعه انك ترجع للحلقه دي بتاعت اهم العناصر الغذائيه او سر نجاح محصول القمح، وهسيب لك الحلقه دي في حرف الاي يا جماعه تبدا ترجع لها. طيب نيجي بعد كده يا جماعه للامراض الفطريه اللي هي الصدأ، ومهم قوي يا جماعه تركز فيها لان الامراض دي بتبدا تنتشر معاك من شهر واحد وشهر اتنين. وتركز قوي يا جماعه في المنطقه دي وما تستناش ان يجي لك اي اصابه من الامراض دي، يبقى ترش رشه ورشه واحده يا جماعه فطري وقائي قبل ما يجي لك اي اصابه. يبقى انت كل اللي هتعمله دلوقتي انك انت هترش رشتين في مرحله المجموع الخضري اللي هي رشه الخميره ورشه كمان، وهترش كمان اللي هو في فتره في شهر واحد او في شهر اتنين ترش رشه فطري وقائي، ترش مثلا وليكن رودوميل جولد وليكن داكونيل، اي نوع من انواع المبولات الفطريه يا جماعه اللي بتاثر على الصدأ، هتفرق معاك كتير جدا وما تستناش ان يحصل عندك مشكله. وبعد كده يا جماعه رشه الحشري اللي هي الرشه المهمه، واتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ان انت ممكن تعمل رشه كامله، تجيب معاك الدوده وتجيب معاك الذبابه وتجيب معاك المن، واتكلمنا قبل كده يا جماعه عن الرشه دي في حلقات كتيره جدا من مكافحه الافات الحشريه على محصول القمح. بكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. كل المعاملات اللي فاتت دي يا جماعه لازم تهتم بيها كويس جدا لو انت زارع القمح متاخر عشان تاخد منه انتاجيه كويسه وتاخد منه جوده عاليه للحبوب اللي موجوده عندك. بكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، اتمنى ان اكون قدمت لكم معلومه مفيده. لايك يا جماعه للفيديو لو عجبكم، وشاركوا حلقاتنا يا جماعه على قد ما تقدروا. شكرا لحضراتكم، تحياتي.